أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئ الإمام صاحب العصر والزمان وعلمائنا الأعلام والأمة الإسلامية، ونهنئكم بهذه المناسبة العطرة وهي ميلاد الأنوار الرحمانية الرسول الأكرم والنبي الأعظم خير الخلق على الإطلاق محمد بن عبد الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحفيده أبو عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وأيضاً المولى المقدس الشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد اجتمعت في هذا اليوم أو في هذه الليلة المباركة وهي 17 من ربيع الأول، كانت ذكرى ميلادهم العطر. خير ما نفتتح به هذا المحفل الكريم آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ حبيب صالح مهدي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت أبو ظاهر، طيب الله أنفاسك. كان ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 17 من ربيع الأول لسنة عام الفيل كما هو المؤرخ، ولدى أبناء العامة اليوم 12 من ربيع الأول، وكانت ولادته عليه أفضل الصلاة والسلام لا تخلو من المعاجز والكرامات. فعن ابن عباس كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وآله فيها ارتج إيوان كسرى وسقط منه 14 شرافة
وغاضت بحيرة ساوة، وانقطع وادي السماوة، ولم تجري بحيرة طبرية، وخمدت بيوت النار. انطفأت يعني بيوت النار أو نيران فارس التي دامت 1000 سنة ببركة ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وآله. مشاركة للحاج محمد حسين، استقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم أيها الحفل الكريم، نهنئكم ونهن صاحب العصر والزمان وعلماء الأعلام بمولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مولد النور، حييت من مولد طابت روائحه وأشرقت أرضنا نورا لمولانا. هذا ابن فاطمة، هذا ابن آمنة قد طاب مولده، هذا ابن آمنة قد طاب مولده، وعمنا الخير لا للشر أبدانا. وهو النبي الذي قد جاء ينقذنا من ظلمة ظهرت تهدم لبنيانا، والناس في غفلة جهل يسود بها، وكان أمره يأمر وينهانا. هذا محمد يا دنيانا فابتشري. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. هذا محمد يا دنيانا فابتشري، وغردي يا طيور الروض ألحانا. وجوده أصبح نهجاً نسير به، وجوده أصبح نهجاً نسير به نحو الفضيلة يهدينا ويرعانا. محمد نهجه للنور يرشدنا، أما الخليقة أخلاقاً وإحساناً. محمد لا للشر منهجه، للعالمين رواها منه إيماناً، وهدم الكفر في كل معالمه، ونور الأرض بعد الظلم كان. غارت بحيرة ساوى بعد مولده، غارت بحيرة ساوى بعد مولده، وماؤها زال بعد الذي كان. قصور كسرى قد ارتجت وقد سقطت شرفاته واهتز بنيانا. أصنامهم نكست بعد الذي حدث، وأصبح بعده مكسورا ومنهانا. يا خاتم الرسل يا نور يشع على، يا خاتم الرسل يا نورا يشع على كل الخليقة نورا لدنيانا. أنتم سفينتنا والله ناصركم، ونحن في سيركم نمضي لما كان. وهكذا أنتم للناس، وهكذا أنتم للناس غايتكم. لا 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 يكون لغير الله أعوانا. أصباطكم كلهم للعدل معنهم، أصباطكم كلهم للعدل معدنهم، أنوار قدس لهم في الناس إعلانا. فصادق الخير قد أبدت معالمه، فصادق الخير قد أبدت معالمه، وصار طلابه علما وبرهانا. علومكم أصبحت للناس منفعة، وكلها حكم من نهج قرآنا. واليوم يا سيدي ساد الجهل منطقهم، والمال أفسدهم، والظل أخشانا.
ماذا جرى لكم يا سادة حكمت هذه الشعوب وظلت في روايانا؟ لله دركم أنتم، لله دركم وأنتم لها حطبا، والله يمهلكم مكرا وتبيانا. فقادت العرب في لهو وفي طرب، فقادت العرب في لهو وفي طرب، والشعب في جوع وعريانا. أوطاننا أصبحت للذل مخاضعة، والأجنبي يجول في سرايانا. بيعت شعوب وأوطان لنا سلبت، وأصبح الشعب في ذل ومنهانا. أما العدو إسرائيل قد ضحكت على العروبة في هدم وطغيانا. هذه بلادنا والبحرين غايتنا، فأصبح هذا الغز والقتل منشيب وشبانا. ونحن ننتظر سبط النبي بقي مولانا صاحب العصر والزمان، ونحن ننتظر سبط النبي بقي يحقق الحق وينشر العدل ويحكم في ربايانا. ويأتي ثائرا والله حافظه لينقذ الناس من ظلما وعدوانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن طيب الله أنفاسك، أحسن طيب الله أنفاسك. يا نبي الله، حييت ربعك عن بعد فحييني يا رحمة الله يا جد الميامين. حييت ربعك تواقا لرؤيته، وأحر قلبي نار الوجد تكويني. شوقا إليك ففيك الحق مستقر، يا من بكنهك سر الكاف والنون. يا مصدر النور منك الفجر ينبلج، لله درك يا عالي البراهين. يا أول الخلق قبل العرش نشأته، رب اصطفاك وأنت غاية الدين. يا صاحب القبة الخضراء مذ بسقت، تاقت إليها أرواح الملايين. منها الكرامات في الآفاق قد ذكرت، يعلو لها الشأن في كل الأحايين. جملت شعري بمدحك يا ابن آمنة، لولا مديحك شعري غير مأمون. نفسي فداك أبا الزهراء فاقبلها، فإن تفضلت هذا الأمر يكفيني. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. مشاركة الأخ حسن متعب، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أفلام صلى على محمد وآل محمد. رب العرش نادى يا هلا بملاده، 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 يا هلا بملاد العدل والرحمه. هلا 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 سبحان من صور جمال ورسمه. هلا 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 يا هلا ميلاد العدل والرحمة. هلا هلا لا سبحان من صور جمال ورسمه. هلا هلا واختار من اسم الجلالة اسمه. هلا هلا للبشر من بعد الضلالة نعمة. هلا هلا هذا النبي الرادة يا هلا بملاده، هذا النبي الرادة يا هلا بلاده، رب العرش نادى يا هلا بلاده، رب العرش نادى يا هلا بلاده. صورة رسول الرحمة لما لاحت. هلا هلا يا جن ونس يا هلا بجيتك صاحت. هلا هلا
ورد الربيع طول باسمك فاحت هلا 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 وغيوم الايام الحزينه انزاحت هلا 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 وغيوم الايام الحزينه انزاحت مشعت مجاده يا هلا بملاده مشعت مجاده يا هلا بلاده رب العرش نادى يا هلا بلاده رب العرش نادى يا هلا بلاده صورة رسول الرحمة لما لاحت هلا هلا جن ونس يا هلا بجيتك صاحت هلا لا هلا صورة رسول الرحمة لما لاحت هلا هلا جن ونس يا هلا بجيتك صاحت هلا 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 ورد الربيع طور باسمك فاحت هلا 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 وغيوم الايام الحزينة انزاحت هلا هلا وغيوم الايام الحزينة انزاحت هلا هلا مشعت مجادة يا هلا بلادة رب العرش نادى يا هلا يا رب العرش نادى اي من هالخبر غارت بحيرة ساوى هلا 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 وعلى الارض ايوان كسرت هاوى هلا لا هلا من هالخبر غارت بحيرة ساوى هلا هلا وعلى الارض ايوان كسرت هاوى هلا هلا والكون فرحان بجمالة غاوى هلا هلا حر عبد وكل عدل تتساوى هلا هلا من يعلن ارشاده يا هلا بلاده رب العرش ناده يا رب العرش ناده يا هلا بلاده يا هلا ميلاد العدل والرحمه هلا هلا لا سبحان من صور جماله ورسمه هلا 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 يا هلا ميلاد العدل والرحمة هلا هلا سبحان من صور جماله ورسمه هلا واختار من اسم الجلالة اسمه هلا هلا للبشر من بعد الضلالة نعمة هلا هلا هذا النبي الرادة يا هلا ميلادة رب العرش نادة يا هلا يا رب العرش نادى إلادى صورة رسول الرحمة لما لاحت هلا هلا جن ونس يا هلا بجيتك صاحت هلا هلا صورة رسول الرحمة لما لاحت هلا جن ونس يا هلا بجيتك صاحت هلا هلا ورد الربيع طور باسمك فاحت هلا 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 وغيوم الايام الحزينه انزاحت هلا هلا مشعت مجاده يا هلا بلاده مشعت مجاده هدى رب العرش ناده يا هلا رب العرش نادى يا هلا ميلاد صلوات أحسن طيب الله أنفاسك. أيضا من كراماته عليه أفضل الصلاة والسلام قالت السيدة آمنة لما حملت به لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل فرأيت في نومي كأن آت أتاني فقال لي قد حملت بخير الأنام فلما حان وقت الولادة خف علي ذلك حتى وضعته وهو يتقي الأرض بيديه وركبتيه وسمعت قائلا يقول وضعت خير البشر فعوذيه بالواحد الصمد من شر كل باغ وحاسد. وروي عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لم تكن في أحد غيره: لم يكن له فيء، وكان لا يمر في طريق فيمر فيه بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أنه قد مر فيه لطيب عرفه، وكان لا يمر بحجر ولا بشجر إلا سجد له صلى الله عليه وآله. مشاركة للأخ نشأ الضياء، استقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. تحير المفردة وتتراجى في الأقلام، تحير المفردة وتتراجى في الأقلام من توصف إمامه وتحكي حالاته. جاش نقول عن أشرف بشر بالكون، حير كل وصف منهج كمالاته. تحير المفردة وتتراجى في الأقلام من توصف إمامه وتحكي حالاته. جاش نقول عن أشرف بشر بالكون، حير كل وصف منهج كمالاته. لو ماي البحر حبر وشجر نقلام، تعجز بالوصف أجمل كتاباته. ولو نفرض كتبنا أروع الأشعار، إش تكتب عن نبي آيات بسماته. إذا هي الكرة الأرضية باسم الدور، إذا هي الكرة الأرضية باسم الدور، وبذكرى ينظم الكون دوراته. رسول الله الهوى والماي هو النور، ولسان الباري هو وهو كلماته. الشمس هو القمر هو الأصل، وكتاب الباري جسد بيه آياته. هو الرحمة والنعمة اللي اجت للناس، ومن نور خلق بارينا نعمات صلوات. صل على محمد وآل محمد. بميلاد بزاغ فجر العدالة ولا ولاحت للجهل وامضت نهاياته. علي صلى الإله وصلت الأملاك، وسجد كل الملك بالشكر سجداته. فز من غفلته، فز من غفلته الشيطان ظل مرعوب، ما يدرج جراله وزاد غفلاته. وصارت بالخبر نار المجوس رماد، ومن هبت عليها طياف نسماته. رهبان اليهود اتجمعت بالخوف، ورجف قلب الحقد مرعوب دقاته. جمعة وكل منجم يعرف التنجيم، جمعة وكل منجم يعرف التنجيم، وكل ساحر طرح أسرار خبراته. تسأل على الوليد بيا أرض مولود، ومن هو والده وشنهي علاماته. ومن عرفه محمد شرف الكونين، ومن عرفه محمد شرف الكونين. حرقتهم حرق أنوار شاراته، ومعبدهم تضعضع بالخبر وانهار، واهتزت من عرجها اركان ثاياته.
بتاريخ الولادة تشرف التاريخ، بتاريخ الولادة تشرف التاريخ. ولوم المصطفى شاف المصفحاته حبيب الله محمد، حبيب الله محمد سيد الكوالكوان من نور الجلالة لال وجنات صلوات. أحسن، طيب الله أنفاسك. كتب في مدح الرسول الأعظم الكثير من القصائد والكثير من الشعراء، ومنهم كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدته المشهورة بان السعاد، حيث يقول: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. مشاركة للحاج جعفر كاظم قيرمان، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحضور، أيها الحفل الكريم، وهذه الصلاة ما مقبولة. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. يحلو المديح لسيد الأكوان، يحلو المديح لسيد الأكوان، وغداك شهدا يشتهيه لساني، والشعر يزهو في المحافل باسمه، فهو الجمال لحلة الأوزان. هذا رسول الله رحمة ربنا، ولقد براه الله للإنسان، وبيوم مولده الشريف تزينت دنيا الوجود بثوبها الفتاني. إنا عشقنا المصطفى وجماله مرحا لقلب العاشق الولهاني. صلي على الهادي البشير وآله، فهم الطريق لجنة الرحمن. صلوات هلم يا ملأ فاشهد تعالى تعالى، فنور المصطفى شع، تعالى انولد وانخلقة الرحمة، تعالى تعالى رسول نصب الله، تعالى أبو القاسم محمد على البرية. صلوات ملكنا العلي من فاضل الطينة، ملكنا بمحمد كل شي حصلنا، ملكنا يا ابو القاسم تظل انت ملكنا، ملكنا وزيرك بس علي حامي الحمية. صلوات جاوبونا
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد احجي محمد يا محمد يا محمد محمد مخي جواب محمد يا محمد اطلع منا اطلع منا قلنا يمك يمك محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد هذا محمد نور العالم جماله محمد حير الكون بخصاله محمد نور العالم جماله محمد حير الكون بخصاله محمد سر هو الله كماله محمد باسم دين الله تشيد محمد يا محمد نبينا بكل قلب من عدنا رسمه نبينا بكل قلب من عدنا رسمه نبينا بجيته نور الامه نبينا بجيته نور الامه تباهت على الامم امته باسمه تباهت على الامم امته باسمه نبينا بكل نبي اسمه تجسد محمد يا محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد تمنية القلب يوصل مرامة وزورا للمنى ومكة ومقامة تمنية القلب يوصل مرامة وزورا للمنى ومكة ومقامة وطوف المرقد الهادي بسلامة احجي وطوف المرقد الهادي بسلامة وطوف المرقد الهادي بسلامة دليل بشوفته نيرانة تخمد محمد يا محمد يا محمد محمد هلا بيك يا محمد يا محمد يا محمد يا هل تمشي الأرض مكة ومدينة يا هل تمشي الأرض مكة ومدينة تزور المصطفى الهادي نبينا أخذ وياك أخذ وياك أخذ قلبي رهينة أخذ وياك أخذ قلبي رهينة يسلم عن النبي وعن شوقه يشهد محمد يا محمد محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يسلم عن النبي قلبي تقطع يسلم عن النبي قلبي تقطع يقل لشوفتك دوما تولع يقل لشوفتك دوما تولع لو ان طلعت شمس لو نجمة تطلع لو ان طلعت شمس لو نجمة تطلع اصلع للنبي طيب محمد يا محمد يا محمد يا محمد اسمع او للمصطفى فرحة هاي الليلة للمصطفى لا للمصطفى الفرحة هاي الليلة للمصطفى الفرحة هاي الليلة لا فرحة نفحة من طيب الجنان شعت شملت كل هاي الأكوان فرحة نفحة من طيب الجنان شعت شملت كل هاي الأكوان أحمد ورد من نور الإيمان جنة جنة المتشوفة عميان المتشوفة عميان وصلوا على خير الملا يا والد العترة صلوا على خير الملا يا والد العترة يا صاحبي ذكر النبي بتفرح الزهرة يا صاحبي ذكر النبي بتفرح الزهرة حب شفاء القلب من تضليله للمصطفى الفرحة
لا احجي للمصطفى الفرحة. ها للمصطفى الفرحة هاي اللي لا احجي للمصطفى آية راية ترف بسماها الله صلى على الهادي طه. آية راية ترف بسماها الله صلى على الهادي طه. نعمة رحمة الله نطاها احكي نعمة رحمة الله نطاها. قلنا وقلنا النعمة شحلاها قلنا وقلنا النعمة شحلاها. مو كل صلاة من توصلا ربك يسجلها مو كل صلاة من توصلا ربك يسجلها. بالذكر سيد البشر يا هلا يقبلها وبالمعرفة ظل يفوح كنيله. للمصطفى احكي للمصطفى الفرحة هاي الليلة. للمصطفى بعد للمصطفى الفرحة هاي الليلة. بذكره بعطره يا جروح طيبي اسمه نسمه شم العذيبي. بذكره بعطره يا جروح طيبي اسمه نسمه شم العذيبي. ربي بقلبي خلى نصيبي اسمع هو اللي يسوى كلمة حبيبي احكي هو اللي يسوى كلمة حبيبي احكي هو اللي يسوى كلمة حبيبي هو اللي يسوى كلمة حبيبي. لا ما يحب هذا القلب بس مكسوف الدكته. لا ما يحب هذا القلب بس مكسوف الدكته. ما يقتنع ما يتسع لو انت لو انت. ما يقتنع ما يتسع لو انت لو انت. بهالعاطفة قلبي حب كل حيلة. للمصطفى لا للمصطفى للمصطفى الفرحة هاي اللي احجي. للمصطفى هلا بيك. للمصطفى اعلم افهم لو ما عرفت ريد نهجه تهجه والباقي ما يفيد. اعلم افهم لو ما عرفت ريد نهجه تهجه والباقي ما يفيد. عمري ويسري كل ذنب الوريد. عشقي الصدقي والباقي تقليد. عشقي الصدقي والباقي تقليد. والقل هو لا ما هو قلبه وسكن بيا. بس هالعشق به الصدق والباقي كذبية. بس هالعشق به الصدق والباقي كذبية. درب الوفا شف علي نوميلة. المصطفى بدرب الوفا شف علي نوميلة. للمصطفى ليلة بدرب الوفا شف علي نوميلة. للمصطفى ليلة للمصطفى الفرحة هاي الليلة. هلا بيك. للمصطفى أحسن طيب الله وأنفاسك حدي. وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. صلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. وأيضا من شعر لحسان بن ثابت في مدح الرسول صلى الله عليه وآله: شق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فلله نحمد.
وأنت إله الحق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا. مشاركة للأخ كرار جميل، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يا نبي الحب والحنان انت مفتاح الجنان، يا نبي الحب والحنان انت مفتاح الجنان، يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. يا نبي الحب والحنان انت مفتاح الجنان، يا نبي الحب والحنان انت مفتاح الجنان، يا رسول الله 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 يا رسول الله. ابو فرح الليل ناخذنا كتبنا، مولدك خير زرع بدروبنا، يا حبيب الله حبيب قلوبنا، يا حبيب الله حبيب قلوبنا، انت بس انت تظل محبوبنا، انت بس انت تظل محبوبا، انت للخايف امان، انت مفتاح الجنان، انت للخايف امان، انت مفتاح جنان. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. تزهي قامت بالفرح ايامنا، بعد ما تكتب حزن اقلامنا، انولد هاللي على ربيع احلامنا، انولد هاللي على ربيع احلامنا، اليوم خل نسال تعب والامنا، اليوم خل نسال تعب والامنا، اليوم خل نسال تعب والامنا، انصدر بحبك بيان، انت مفتاح الجنان، انت مفتاح الجنان، انت مفتاح الجنان. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. يا قمر قوة وترز دنيانا، للولاد اسمك يعيش ويانا، قلوبنا بهذا الحفل فرحانة، قلوبنا بهذا الحفل فرحانة، رواحنا بحب النبي والهانة، رواحنا بحب النبي والهانة، فرحة وليلة وطن انت مفتاح الجنان، فرحة وليلة وطن انت مفتاح الجنان. يا رسول الله يا رسول يا رسول الله يا رسول الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أحسن طيب الله وأنفاسك. أيضا في هذا اليوم المبارك، وهو الموافق 17 من ربيع الأول، كان ميلاد الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، اسمه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ومن ألقابه الصادق والبار والأمين، وكنيته أبو عبد الله. أبوه الإمام محمد الباقر عليه السلام، وأمه فاطمة المكنات بأم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. كانت ولادته في هذا اليوم 17 من ربيع الأول لسنة 183 هجرية. ومن زوجاته حميدة البربرية أو المغربية، وتلقب بالمصفات، وقد عاصر الإمام جعفر بن محمد الصادق الحكم الأموي والحكم العباسي.
الصلاة على الإمام جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاركة للأخ حسن فالح، استقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ والملائكة حوله، للدين والدنيا به البشرى، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى سدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شديد الغنى، والوحي يقطر سلاسلا من سلاسل، والوحي القلم بديع الروى، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في لوح، واسم محمد طغرى، اسم الجلالة في بديع الحروف، ألف هنا واسم طه الباء، يا خير من جاء الوجود تحية، من المرسلين إلى الهدى بك جاءوا. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يا حسين طيب الله أنفاسك. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام درس الكثير من طلبة العلم، وخرج على يديه الكثير من العلماء في شتى العلوم مثل الفلسفة والطب والفقه والأصول والكيمياء والفيزياء. وكانت فترة سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية فترة حرجة استغل بها الإمام ضعف الدولة وقيام الدولة، يعني من تضعف الدولة وتسقط وقيام دولة أخرى تكون ضعيفة، فاستغل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الوقت بالتحديد لنشر علوم آل محمد. أيضا كان في هذا اليوم المبارك ميلاد حفيدهم، وهو المولى المقدس السيد الشهيد الصدر قدس سره السيد محمد محمد صادق الصدر، في يوم 17 من ربيع الأول في كنف جده لأمه الشيخ محمد رضا آل ياسين، وهو من علماء النجف الأشرف، وولد في النجف الأشرف في هذا اليوم المبارك. فصلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. مشاركة للأخ سجاد جواد، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل ليلا ولا طه النبي المختار، هل ليلا ولا طه النبي المختار، محتفل الخلايق قشة الأزهار، هل ليلا ولا طه النبي المختار، محتفل الخلايق قشة الأزهار،
يا محل الولادة الهزت الكفار ميلاد فرحان الدنيا ميلاد فرحان الدنيا بسم الله بتدهني الحوساتي بسم الله حوساتي وللمصطفى الأمجد أهد صلاتي بسم الله ابتدي هلي الحوساتي وللمصطفى الأمجد أهد صلاتي الميلاد أبو القاسم تضوي شمعاتي الميلاد أبو القاسم تضوي شمعاتي وحفلتنا الليلة سويها حفلتنا الليلة هي بسم الله ابتدها الليلة حفلتنا بسم الله هالليلة حفلتنا وبذكر النبي المختار فرحتنا بسم الله ابتدي بسم الله ابتدي هالليلة حفلتنا وبذكر النبي المختار فرحتنا وحلوة مولدك يا الهايد لمتنا وحلوة وحلوة مولدك يا الهايد لمتنا وفرحة ميلادك نحييها فرحة ميلادك وفرحة ميلادك نحييها صلوات أحسن طيب الله أنفاسك. فكما قلنا كان ميلاد السيد الشهيد الصدر في هذا اليوم المبارك في بلد أمير المؤمنين النجف الأشرف 17 من ربيع الأول لسنة 1362 هجرية. أيضا يقول السيد وكان تعميمي في هذا اليوم المبارك أيضا وعمره 11 سنة عمم من قبل والده الحجة السيد محمد صادق الصدر ودخل الجامعة الدينية والحوزة الشريفة في النجف الأشرف. فنسأل الله تعالى ببركة هذا اليوم وببركة هذا الميلاد الميمون للأنوار الرحمانية وهو الرسول الأعظم والإمام جعفر بن محمد الصادق والسيد الشهيد الصدر أن يمن علينا وأن يتقبل أعمالنا بأحسن قبول وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ويعجل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. في الختام نقرأ دعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات والعلماء والسادات إلى أرواح شهداء العراق جميعا إلى أرواح خدمة الإمام الحسين إلى أرواح موتانا وموتاكم
السامعين الحاضرين، بلغ اللهم جميعا سورة الفاتحة مسبوقة بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.